يقولوا في الناس يقولوا لي ريمانه نحب وانا 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 نشوف الشخصيه وكيفاش نقدر نعجنها. دونك سيد علي كونت اي فوني شفت فيه هكذايا لو بروفيل تاع تاع سان بو غارسون اوكي عنده طول هذه هذه ما يهمش باسكو انا ما يهمنيش الجمال انتبه ما يهمنيش الجمال بعض الفنانات صرحوا البارح قال لك باللي الجمال هو المعيار الاول للدخول عالم الفن لا طبعا لا طبعا في التمثيل هو الموهبه الابداع الثقافه الذكاء التكوين ثم التكوين ثم التكوين ريم انت صرحتي شيء وانا هذا التصريح